خطر حقيقي يفتك بالشباب يتغلغل في النجف. المخدرات باتت واقعا مرا في هذه المحافظة الدينية. باحثون ومتخصصون في مجال مكافحة هذه الآفة تجمعوا في ساحة مجسرات ثورة العشرين للشروع بأولى خطوات التعريف بالآثار السلبية للمخدرات والغوص في آلية القضاء عليها. احنا مجموعة من الشباب بالنجف مع التعاون مع منظمات خيرية ومع الشرطة المجتمعية طلعنا اليوم بسبب انتشار آفة المخدرات وخصوصا في الفترة الأخيرة بالنجف. هاي الآفة الخطيرة اللي سببت أيضا يعني جرائم مجتمعية أخرى مثل جرائم قتل وصلت مرحلة والخطف والسرقة، فلذلك طلعنا اليوم توعية بالتعاون والأهم على الشباب الواعي. ومن بين أسباب انتشار ظاهرة المخدرات في النجف والعراق عموما غياب الرادع من القوانين والإجراءات الكفيلة في محاربتها. فقبل عام 2003 كانت عقوبة تجارة أو تعاطي أو ترويج المخدرات صارمة تصل إلى الإعدام أحيانا، أما اليوم فالتهاون في تطبيق هذه القوانين سيد الموقف. هو طبعا ضعف القوانين بشكل عام على أغلب المشاكل الاجتماعية يعني، ولكن بالخصوص موضوع المخدرات هو موضوع حساس، يعني موضوع حساس جدا لأنه نهايته هو أنه جيل تعبان منهك. أنا مع هذه القوانين، قوانين لازم تتفعل، الإعدام والمؤبد وكل جرم والمادة مالته. وإحنا الناشد الحكومة والناشد القضاء العراقي أن يفعلون هاي القرارات، لأنه هاي القرارات مهمة، المخدرات تفتك بالعراق. وبشكل عام تنعكس أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية على ضعف الدور الرقابي والأمني في طريق مكافحة المخدرات، بحسب متابعينا شددوا على ضرورة العمل الجاد ومن أعلى المستويات للخلاص من هذا الشبح القاتل والمدمر. من النجف محمد رزاق، التغيير.